ألو، تفضل. مرحبا عزات. أهلين إسماعيل بيك. إسماعيل بيك؟ اللي إسماعيل بيك. بصراحة هلأ ماني فاضي، في عندي كتير شغل. يا ريت تحكي بسرعة. فهمت عليك، هنن عندك؟ إيه يا بيك. لازم أخذ أغراضنا. إيه صح، مزبوط. طيب شو رأيك بتصل فيك بعدين إسماعيل بيك؟ تمام، بشوفك قريبا. الله معك. ممكن؟ شكرا. وأخيرا شرفت الأميرة ونورتنا. ايه عزت، كيفك؟ عزت منيح منيح، اكل شوية ضرب ونزل له شوية دم. هلأ انفو عم ينزف بصراحة، بس وضعه العام منيح. شو صار؟ مين؟ وهلأ بعد ما مسكنا عزت وهو عم يحاول يلم اغراض مرتي من غرفتها، انجبرنا انه نسكرها الصراحة. لساته انفو عم ينزف بس عم يعالج حاله. بما انك فتحت موضوع الصحة، انت كيفك زاهر؟ طمني، صرت احسن؟ مو انت اجيت لعنا وفكرت حالك قوي؟ يكون بعلمك اني ما رح اتركك بعد هلا، وبالاخص انك اجيت على محلنا بكل عين وقحة. فيك تقول الموضوع من هونيك بلش. تعرف اني حبيتك كتير زاهر، وانا ما رح اتركك بعد هلا. قديش حلو هالحكي. إذا بدك خلينا نطلع النسوان من الموضوع، أنت رجع مرتي لهون وأنا بعطيك أغراضك. همي الوحيد إنه ما ينخرب بيتي، مو شي تاني. ليك اسمعني زاهر، إذا رح تعمل بعزت شي نحن أساساً عملنا. إذا ما بدك يانا نعمل شي تاني، خلي مرتي ترجع لهون. فهم منيح اللي عمل لك يا مرتي بدها ترجع لي، ما عم بطلب شي ما بيخصني. بس أنت بدك شي مو لألك، وهالحكي ما بيصير. أعطيني الموبايل خليني حاجي. لا لحظة زاهر، ما في أي شي بهالدنيا ملكك أنت.